في قاعة المحكمة عندما يحكم على مجرم بالسجن فإنه يمكن أن يتخذ اثنين من ردود الفعل. الأول هو أن يفكر المجرم أن ما قد حصل قد حصل ويقبل بالحكم في صمت تام، أو إما أن يعترض على حكم المحكمة ويقوم بالكثير من الضجة وأعمال الشغب، وحتى أن الأمر قد يصل إلى التطاول على القضاة أو رجال الأمن، وكثيرا ما يلجأ المجرم إلى الخيار الثاني. هذا هو بيس ويب، متهم بمحاولة القتل. ظهر قبل أسبوع من محاكمته في أحد فيديوهات المراقبة الخاصة بسجن كنتاكي وهو يقود سيارته بسرعة متجها نحو موظفين في السجن. تجنب أحد الرجلين السيارة ولكن الآخر لم ينجو منها، اصطدمت به السيارة وثبتته على حائط السجن. هذا الحادث ليس هو الحدث الرئيسي، انتظروا حتى تشاهدوا ما فعله في المحكمة. خلال محاكمته قام بتصرف غير لائق تجاه القاضية، فقبيل الانتهاء من الإجراءات قالت القاضية لويب أنها ترفض أن تستمر في القضية وأنها لا تريد أن ترى وجه ويب مرة أخرى. وهنا حيث خرجت الأمور عن السيطرة. نعم، قام ويب بالبصق عليها، حرفيا بصق عليها. هذا هو أسوأ شيء يمكن أن يحدث لشخص، أن تقلل من احترامه. مباشرة بعد الحادثة أمرت القاضية باتهامه بما فعل، لكن الأمور لم تنتهي عند هذا الحد. فبعد فترة قصيرة قام هو وبعض السجناء بأعمال شغب داخل السجن، وتم إطلاق رداد الفلفل في عنقه، ولكنه لم يتوقف عن الشغب وقام برمي أحد الهواتف على رجال الأمن. في محاكمته الثانية أضيفت إليه تهمة الاعتداء من الدرجة الثالثة، ولكن القصة لم تنتهي هنا. فبعد 5 سنوات عاد ويب إلى المحكمة، والسبب هو تهمته بقتل صديقته السابقة بريا قبل 10 سنوات، والتي كانت على وشك أن تترك وظيفتها السابقة كموظفة في سجن بوربون لتصبح ضابطة تطبيق القانون بعد دراسة طويلة. تم إحياء القضية بسبب ظهور شريط فيديو والذي أدى إلى اكتشاف بقايا الضحية. ظهر ويب في المحكمة بشكل صادم ومهين، حيث وضع على رأسه وشوما تكشف عن قائمة للقتل يستهدف فيها القضاة وبائعات الهوى وضباط تطبيق القانون ورجال الإعلام. طلبت القاضية من ويب التقدم للأمام لكنه رفض مبتسما، ولاحقا بعد عدة جلسات أثبتت تهمته لقتل صديقته ودفنها، وحكم عليه بالمؤبد مع إمكانية الإفراج المشروط بعد 25 سنة. هذا هو نيكو جينكنز، عرف بنظراته الحادة والمرعبة. كان نيكو يواجه تهما بالقتل، وفي سن 15 حكم عليه بالسجن 21 سنة بتهمة الاعتداء وسرقة السيارات، ولكنه قضى نصف مدة العقوبة وهي 10 سنوات ونصف. وبعد خروجه من السجن قام بقتل رجلين، وبعد مرور 4 أيام على الحادثة عثرت الشرطة على جثة رجل آخر والذي كان سجينا سابقا التقى به نيكو في السجن وقتله. كانت آخر ضحاياه هي سيدة تدعى أندريا جراوند، والتي عثر على جثتها مرمية على جانب الطريق بجروح نارية كثيرة. كل هذا حدث في غضون 10 أيام فقط. تم اعتقال نيكو بعد وجود أدلة كافية تشير إلى اقترافه للجرائم السابقة. وكان هذا هو حكم القاضي. Therefore, this panel finds that the death penalty is appropriate, should be, and is hereby given for each of the 4 murders by the defendant. القتل المتعمد مع سابق الإصرار والترصد. كانت تصرفاته داخل المحكمة غريبة، حيث بدأ التكلم بلغة غريبة. وبالرغم من قيامه بالجرائم الأربعة وتلقيه للحكم، إلا أنه لم يبدي أي إحساس بالندم عندما حكم عليه بالإعدام. ومن سجين عديم الإحساس إلى سجين يكن كل مشاعر الكره والغضب والعنصرية، جيرمي كريستيان يواجه تهما بالقتل المتعدد.
بدأت الجريمة بعد أن صعد على متن القطار، حيث أبدى عنصرية شديدة تجاه فتاتين مراهقتين في القطار. كان أحد الركاب المسافرين يقوم بتوثيق الجريمة، وهنا سارع جيرمي بتحطيم هاتف أحد الركاب بدون سبب. وهنا بدأت المشاكل تزداد بعد أن قرر بعض الركاب التدخل، وهما ميكا فليتشر وناماكي ميتشي، وانضم ريكي للرجلين. حاول الرجال الثلاثة إيقاف جيرمي ومنعه من الهجوم على الفتاتين، ولكنه أصبح عدوانيا أكثر وأخرج سكينا وهجم على الرجال الثلاثة. توفي كل من ريكي وميتشي، أما فليتشر فتعرض لإصابة مميتة لكنه نجا من الموت. بعد اقترافه للجريمة هرب جيرمي، ولكن تبعه بعض الركاب وقاموا بإبلاغ الشرطة والتي أتت لاعتقاله. ولم يكتفي عند هذا الحد، فقد ظهر في قاعة المحكمة وهو يظهر كل مشاعر العنف والعنصرية، وهذا هو رد فعله في المحكمة. وجهت إليه تهمة القتل المتعددة ومحاولة القتل، وحكم عليه بالمؤبد بالإضافة لأكثر من 25 سنة إضافية لجرائم أخرى. أصدقائي، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك، وإذا أعجبكم هذا النوع من الفيديوهات شاركونا آراءكم بالتعليقات. دمتم في أمان الله.